عاد لو ذوق الطعم يا ابو محمد شيء ثاني يا رب. الله يجزاك على الاخلاق الطيبه. اي والله ونعم ونعم الادب والاخلاق. الله خير ما شاء الله. نكمل مع ابو عبد الرحمن. كنا نتكلم عن البيت، الكل يتعاون، مو هذا ما يدخل فيه صلى ما صلى، هذا ما لازم البيت فيه التعاون على البر والتقوى. نعم عبد الرحمن. فالاب والام مسؤولين مسؤوليه ربانيه. اي والله ربنا ولا فلان، الله سبحانه وتعالى هو الذي امرك بذلك. الجمع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا سلام. هالمسؤوليه لو صار واحد يرعى له غنم هو مسؤول عنها، يحفظها من الذيب الا والله، يعلفها يسقيها ولا لا؟ صحيح. ولا يهملها؟ اكيد. خلي السبع تاكل وتموت، انت في البيت مسؤول عنها، كل من في البيت. الرقم واحد هو صاحب البيت الأب. يا سلام. مسؤولية إلهية، لا من فلان ولا من ربك اللي كلفك بهذا تكليف. ثم يأتي بعد الأب الزوجة، الأم مسؤولة. هذه المسؤولية في ماذا؟ أول واحد، أول شيء مسؤول عنه رقم واحد، هؤلاء الذي عندك البيت تأمرهم بماذا؟ بالصلاة. يا سلام. الصلاة، إذا كانوا نايمين توقظهم، إذا كانوا ناهين يلعبون تقول لهم يلا خلاص انتهى، الله سبحانه وتعالى النداء استجيبوا. البنات يصلن في البيت، الأبناء والأب يذهبون إلى المسجد، لأن المسجد جماعة، المسجد جماعة واجبة على كل مسلم، وهي أيضا تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وقيل في حديث آخر 25 درجة. فتضيع 25 درجة على من يصلي في بيته أو يصلي في، لا تترك هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. إيقاظهم لصلاة الفجر، أكثر الناس ينامون صلاة، ولا بعض الناس يجي الظهر يجي من العمل أو من الدكان أو من السوق قال بأخذ لي غطة ثم ينامها إلينا العصر أو إلينا بعد العصر. ليه؟ وينك يا أمه؟ وينك يا أبيه؟ وينك يا الأخ الأكبر؟ الأخت الكبرى؟ تسلسل مروه. ثم هذا البيت مهنا أجمل منه إذا صار يذكر فيه اسم الله، يتلى فيه القرآن، يتحدثون فيما ينفع في الدنيا والآخرة. الآخرة هي الأولى والدنيا تأتي بعدها. لا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدنيا لها حظ ولها نصيب، لكن النصيب الأول لمن؟ للآخرة. الله أكبر. فهذه المسؤولية محكمة من الله سبحانه وتعالى، وليس أحد مسؤول، ترك مسؤول ستحاسب عليها. صحيح. جاء يوم القيامة الأب الابن الأكبر وراك ما قومت ولدك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل إذا نام الزوج يأمر زوجته بالصلاة، فإن أبت لتكون في الليل، صلاة الليل ما هو الواجب، أن ينضح في وجهها الماء. ورسول قال امرأة قامت من الليل وزوجها نائم عندها، ما أمرت بأن تنضح في وجه الماء حتى يكون يصلي، وهذه صلاة تهجد. ليه؟ ما هي بصلاة فرض، الفرض واجب يقوم لها. وهي كذلك الله أكبر، يوقظها لصلاة الفجر وهي توقظ، وتوقظ الأبناء والبنات. ويا حبذا كل إنسان يأخذ أولاده معه، خاصة المميزين، الولد المميز، الولد الغير مميز ما يحتاج إن حنا نروح من المسجد، لكن الولد المميز، والتمييز يبدأ من 6 سنين و7 سنين، هذا مميز، يعرف يرى الناس، يعرف كيف يصلي وكيف يهجد ما يؤذي المصلين، يسكن جنب أبيه، يتدرب على الصلاة ونربيهم تربية صالحة حسنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على هذه الدنيا وما فيها. على طاري أبو عبد الرحمن الله يجزاك خير، الولد مميز، أو يعني على الأقل وصل عمره 7 سنوات يا أبو محمد. إيه نعم. أنا مرتني إمام مسجد أصلي بالناس،